اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب باسطوره كره اليد المصريه والنادي الاهلي كابتن اشرف عواد. اهلا بيك يا كابتن اشرف. اهلا كابتن ياسر مبارك، عامل ايه؟ كل تمام؟ وحشنا. وانت والله اكتر، ربنا منور قناه الاهلي. الله يخليك، منور بيك يا كابتن. كابتن اشرف، عملنا لك تقرير كده عشان نفتكر، يعني نفتكر بس، يعني مش احنا فاكرينها بس، يعني نشط الذاكره بانجازاتك. خلينا نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم تاني. اشرف عواد الكونكورد الطائر الذي أبهر الجميع بتصويباته الصاروخية، استطاع منذ بداياته أن يلفت الأنظار إليه بشدة، وبالرغم من أن بزوغه كان في سن صغيرة وداخل مركز شباب عين الصيرة، ولكن بفضل توهجه وقدرته على إثبات ذاته نجح في خطف الأنظار إليه من قبل مسؤولي النادي الأهلي. تدرج في صفوف الناشئين والشباب داخل القلعة الحمراء قبل أن يصعد للعب مع الكبار في موسم 89، ولمع وتألق ليجبر الجميع على احترام موهبته، وتم استدعاؤه للمنتخبات الوطنية، ومعها صال وجال في كافة البطولات والأحداث الدولية. عواض الكبير أو الكونكورد الطائر نجح في حصد العديد من الألقاب رفقة الشياطين الحمر، سواء بطولات للدوري الممتاز أو كأس مصر أو بطولة إفريقية أو البطولات العربية، وهو ما دفع مسؤولي نادي مونبلييه الفرنسي للتعاقد معه لمدة موسمين في 2000-2001 و2001-2002، ثم خاض تجربة احتراف بدول الخليج العربي. استطاع عواد رفقة منتخب الفراعنة الفوز ببطولة العالم للشباب عام 1993 تحت قيادة الراحل جمال شمس في البطولة التي احتضنتها القاهرة، وتوج بها منتخبنا الوطني على حساب المنتخب الدنماركي. ثم شارك في 3 دورات أولمبية أعوام 92 ببرشلونة، 96 بأتلانتا، و2000 بسيدني. وفي الدورتين الأخيرتين نجح أبناء النيل في الحصول على المركز السادس. وكان نجم الأهلي كابوسا مزعجا لجميع الحراس بسبب تصويباته الصاروخية والمفاجئة، والتي دائما ما كانت تتسم بالقوة وتخترق أقوى الدفاعات. أما على المستوى الفردي فقد اندرج اسمه بين أفضل 3 لاعبين في بطولة العالم لليد عام 2001، والذي حصل فيه المنتخب الوطني على المركز الرابع، وهو أفضل مركز حققه منتخب إفريقي حتى هذه اللحظة. كابتن اشرف، بصراحه تاريخ كبير بامانه، يعني حاجه يعني فكرتنا بايام حلوه، وانا يمكن وانا بتفرج على الطبيب بقول لك ستايلك حلو. والله طبعا في الاول كابتن هاسم بشكرك على المقدمه الجميله ديت، ودي حاجه طبعا تشرفني ان انا يعني بعد فتره طويله في قناه النادي الاهلي، وطبعا ده حاجه فخر ليا طبعا، وربنا يوفقنا ان شاء الله في اللي جاي كله باذن الله. ده بيتك. طب خلينا مش هينفع انا اتكلم، انت يعني انت مدرب طبعا فريق الاول، بس انا مش عايز اروح للصفحه دي دلوقتي، انا عايز اتكلم عن تاريخك كلاعب الاول. انت انضميت للنادي الاهلي ازاي؟ والله بص يا كابتن هيثم، هو في الحقيقه في الاول احنا كنت طبعا بلعب في مركز شباب عين الصيره، كانت المجموعه معانا كلنا، كان حازم وهاني حسن وصابر حسين ويحيى يوسف كل لا حازم عواد وكابتن هاني وصابر حسين كان معاك، وصابر حسين ويحيى يوسف مدرب الفريق الاول بتاع السيدات. ايه ده كلكم من نفس الجيل؟ وكان بيدربنا ساعتها كابتن شكري محمدي رحمه الله عليه، يعني الله يرحمه. وبدانا يعني نروح على النادي الاهلي. كان مين اللي شافكم ومين اللي اكتشفكم، ولا نتائجكم اللي خليتكم تروحوا؟ هو النتائج، وكان في شويه مشاكل كده في المركز، انت عارف المراكز كان في شويه مشاكل كده، فدي في ضعف امكانيات طبعا، ضعف امكانيات. فالكابتن شكري محمدي طبعا كان يعرف كابتن سمير عبد ربه الله يرحمه، الله يرحمه. وعملنا مباراه وديه مع النادي الاهلي، وقدرنا الحمد لله اللي احنا كلنا كمجموعه كلها اللي قلت لك عليها ديت، اللي احنا نخش في النادي الاهلي. ويعني احنا لعبنا مع النادي الاهلي مباراه وديه يوم الاربع، كنا يوم الجمعه اول مباراه مع النادي الاهلي يعني. نصيب. والحمد لله يعني عملنا انجازات كويسه يعني في الفتره دي. كان سنك قد ايه ساعتها؟ كان 13 سنه.
ما شاء الله. كنت صغير يعني، يمكن انا لعبت يعني فريق، يعني كنت بلعب الفرقه الفوقيه بمرحلتين، صعد بس صعد فرقه مرحلتين. كان في نظام طبعا بتاع الاتحاد الاول انك ممكن لاعب الناشئين يلعب شباب ويلعب فريق اول. صعدت مرحلتين يعني تحت 13 مثلا ممكن تلعب تحت 16. ايوه يعني كنا بنلعب 13 و16، وطبعا كان في طبعا توالي بين المدربين. طبعا كان طبعا اول كابتن كابتن احمد عبد السلام وكابتن ابراهيم السيد، توليا بقى لحد ما طلعنا الفريق الاول مع كابتن جمال شمس، وبدانا المسيره بقى بتاعتنا في الهاندبول يعني المنتخبات والنادي وكده. وحتى كان اول بطوله افريقيه كانت سنه 89 في دي لعبتها، اول بطوله افريقيه كان مع كابتن جمال شمس الله يرحمه. وكان يعني دي بدايه الخطوه اللي هو يعني للمنتخب الشباب المنتخب الاول. كانت اول نواه بقى ان احنا نعرف كره اليد العالميه. كانت اول نواه ان احنا نعرف كره اليد العالميه. ويمكن يمكن كابتن جمال شمس الله يرحمه كان ليه ايادي بيضاء على كره اليد المصريه. والله كابتن جمال شمس كان اسطوره طبعا المدربين طبعا، لانه ليه فضل كبير على لعيبه كتير جدا في الوسط الرياضي خصوصا في الهاندبول يعني. وقدر ان هو يحقق معانا يعني انجازات كبيره جدا. صحيح. في الفتره يعني بعد 89 بدانا الاستعداد فريق الشباب 90 في المنتخب الوطني، وقدرنا الحمد لله ان احنا ربنا وفقنا في اول بطوله سنه 93 ناخد كاس العالم بتاع الشباب. ودي كانت اول بطوله طبعا، كانت بطوله انجاز كبير طبعا، كان في تنظيم هايل طبعا. يمكن اول بطوله يجي لنا فيها شفت الجماهير كانت عامله ازاي. انا كنت بروح كان في يعني 40,000 متفرج. احنا طبعا يعني كابتن جمال كان بيحفزنا طبعا في يعني يعني كنا احنا قاعدين يمكن جنب في دار المدرعات اللي هو جنب اللي على طول جنب الاستاد على طول. فكان كنا قاعدين يعني على يعني باصين على الاستاد يعني، فهو يجي يعني يقول لنا يعني بصوا الناس جايين لكم الساعه، يعني كان الماتش الساعه مثلا 8 بالليل. بتشوفوا الناس وهي رايحه زحفه طالعه ماشيه كل من كل المحافظات طبعا. يعني بص الناس من يعني احنا ماتشنا الساعه 8 بالليل والناس من الساعه 1 والساعه 2 الظهر رايحين على المباراه. فطبعا ده كان حافز كبير جدا طبعا. وكان في طبعا تنظيم طبعا من الاتحاد المصري، كان ساعتها الدكتور حسن مصطفى كان مهتم جدا بالفريق. وكان طبعا الجهاز الفني اللي موجود معانا كابتن جمال شمس، كابتن محمد الالفي، والجهاز الطبي اللي كله معانا. فكان يعني بطوله في مصر، واحنا طبعا كان صعبانين عليها الناس. اول مره يجي جمهور لكره اليد بالشكل ده. طبعا طبعا، لدرجه انا عايز اقول لحاجه ان احنا يمكن خسرنا المباراه الاولانيه مع ايسلندا. خسرنا المباراه الاولانيه بس الناس شجعتكم بعد الماتش. يعني الناس ما شجعتنا وما وقفوا ورانا، والحمد لله ان احنا نكسب بقيه مباريات المجموعه. وفي نفس الوقت يعني عايز اقول لحاجه ان المباراه النهائيه لمدرجه خوف فريق الدنمارك في المباراه ديت كانوا بيسخنوا بره الصاله الفرعيه بتاعت الاستاد. ليه؟ خايفين من الجمهور. يعني هم جم على الماتش يعني دخلوا على الماتش على بدايه المباراه على طول. اللي هو تحيه العالم من صوت وازير الجماهير. الناس كان مش واخدين كده الدنمارك عندهم بيبقى العدد ده. انا اقول لك كابتن عيسى من الناس كانوا قاعدين في يعني في السلم بتاع الطرقات. انا فاكر كان فاكر. يعني زحمه يعني. فطبعا يعني ما قدرناش اللي احنا يعني ايه مش عايز اقول لك ده جسمي بيقشعر لما تتكلم. انت اكيد نفس الكلام. ايوه والله يعني كنا بنشوف الناس ديت طبعا من اول بطوله مسانده طبعا. ما تخلوش علينا الجمهور ولا الاتحاد، وازرونا ووقفوا جنبينا ودينا الحمد لله نحقق بطوله. كان يمكن بطوله اول. عملت ايه في الماتش ده فاكر؟ والله الماتش دوت انا عايز اقول حاجه ان اول جون انا حطيته. اوبا انت خدت اعلى بقى لسه في الماتش يعني. الجماهير مع اول جون احنا يعني الصاله كانت هاد. الجماهير كانت يعني متحفزين جدا، والناس يمكن بعد البطوله دي يعني حبوا الهاندبول جدا جدا جدا, جداً. وبقى ليها شعبيه طبعا. توليا بقى مع البطولات بعد ما خلصنا بطوله فتره الشباب ديت بدانا بقى نخش مع الفريق الاول بقى تدريجا يعني. كنت تمشي في الشوارع زي لعيبه الكوره. بالظبط بالظبط يعني بالظبط. هو كان يمكن في بعد البطوله ديت طبعا الهاندبول علي، والجمهور طبعا كان الناس عارفانا بالاسماء بقى، حازم وجوهر والعطار وحسام غريب وسامع عبد الوارث وحمد النقيب وايمن صلاح. انا فاكر وحماده الروبي وعمرو الجيوشي. وعمرو الجيوشي كانت الناس يعني الانجازات بدات. والنقيب لحقكم شويه صح؟ النقيب كان موجود معانا. النقيب وحماده الروبي كانوا جوه الاساسيه طبعا. وكان طبعا في كابتن ايمن صلاح موجود مع طب قول لي يعني الناس بتقارن او بتشبه كابتن جمال شمس كابتن الجوهري في كره القدم، يمكن الاثنين ليهم نفس الايدي البيضاء على ده على كره القدم، وده مدرب وطني وده مدرب وطني، وده حط الكوره يعني ودانا كاس عالم كابتن الجوهري بعد سنين طويله غياب،
وبرده كابتن جمال شمس حطنا على الطريق الصحيح كده. المقارنه دي صحيحه؟ هي طبعا المقارنه طبعا صحيحه ان كابتن جمال شمس يعني كان فكر عالي جدا جدا في التدريب، كان معتمد طبعا على ان هو الفرقه الشباب ديت اللي هي تبقى نواه حسنه للمنتخب الاول، والحمد لله ان احنا المنتخب الشباب ده طلع منه حوالي 6-7 لاعبين للفريق الاول اللي هو تكمله الناس اللي كانت موجوده، كان ساعتها احمد العطار وايمن الصلاح وحسام غريب وياسر لبيب طبعا كابتن ياسر لبيب لحقتوه لحقناه طبعا فالمجموعه اللي طلعت ديت قدر كابتن جمال شمس ان احنا نكمل كل المجموعه نخش على الفريق الاول، وفضلنا بقى ماشيين على طول الفتره كلها قعدنا لحد 2001 الانجاز اللي حصل في كاس العالم في فرنسا 2001 يعني رابع اكبر انجاز حصل في بطوله العالم لاي فريق افريقي وعربي حتى اول انجاز طبعا احنا الرانك بتاعنا دلوقتي الرابع بس ما خدناش رابع احنا خدنا رابع اولمبياد ما خدناش بطوله العالم بطوله العالم يعني بطوله العالم الاخيره طبعا اللي كانت هنا في مصر 2021 طبعا حققنا المركز السابع بس ان شاء الله بتوقع اللي جايه السنه الجايه لا ان شاء الله باذن الله البطوله اللي جايه باذن الله هيكون في انجازات في منتخب كويس في عناصر منتخب الشباب ومنتخب الناشئين طبعا منتخب الشباب كابتن طارق محروس طبعا خد البرونزيه طبعا دي حاجه طبعا انجاز كويس في عدد لعيبه كبير عدد لعيبه كبيره من المنتخب الشباب بتاع 98 هو بيؤمن دايما كابتن طارق محروس بالشباب طبعا كابتن طارق محروس يعني يمكن هو يعني الحته بتاعه الشباب ان هو يصعد ناس من الفئات السنيه اللي تحت انه الفئات السنيه تبقى موجوده مع الشباب فوق فدي بتبقى حاجه كويسه طبعا يعني. طب قول لي يا كابتن يعني انت اكيد يعني رحلتك مع المنتخب يعني رحله جميله وعظيمه اكيد مع النادي الاهلي برضو يعني مع النادي الاهلي انت حصلت على بطولات كتير وافريقيا ايه اغلى بطوله يعني عندك معززه الى قلبك خدتها مع النادي الاهلي؟ هو طبعا انا عايز اقول حاجه من التسعينات لحد يعني اواخر التسعينات كان طبعا النادي الاهلي محققين بطولات دوري وكاس وبطولات عربيه كتير جدا قدرنا ان احنا نطلع بيها الرينك كويس جدا للفريق طبعا لكن في حاجه بطوله اللي هي يمكن بطوله افريقيا دي اللي بعتزي بيها جدا لان البطوله ديت كانت مهمه جدا بالنسبه لنا وكانت طبعا كانت فين يا كابتن؟ في الجزائر وكانت سنه كام تفتكر بالظبط حاجه و90 ولا حاجه و90 حاجه و90 اواخر التسعينات كنا كان الفاينل مع مين يا كابتن كان الفاينل مع تونس كان الفاينل مع تونس يمكن بس عشان كنا المنتخب يعني كنا المنتخب كان اوريدي كان بيتاهل اول سبعه في العالم كانوا بيتاهلوا للاولمبياد وكاس العالم فما كناش طبعا بنروح بطوله افريقيا كتير يعني فهو ده يمكن عامل الجاب شويه ان يقول لك منتخب تونس واخد اكتر شويه من منتخب مصر لا هو مش كده ان احنا كنا اوريدي بنطلع على العظماء الثمانيه بتهيألي كده العظماء السبعه كان في بطوله العظماء السبعه وبعد كده الاولمبياد انت اول سبعه بتمرشح بيهم يعني احنا كل بطوله من اول ايسلندا وبعد كده ايسلندا اليابان وبطولة العالم في مصر 99 وبعد كده 2001 حقيقة المركز الرابع طبعا الانجاز بتاع المنتخب فكان كل ده بنطلع على طول اوريدي للبطولات يعني بس طبعا النظام دلوقتي اتغير بقى لازم بطل افريقيا وتروح بطولة افريقيا فهو ده اللي طب نرجع لبطولة افريقيا كان النهائي مع فرقة تونس وفرقة تونس صح؟ ده كان نهائي مع فرقة تونس والحمد لله ربنا كرمنا كان ساعتها كابتن مستر زران وكابتن محمد الالفي زران كان وكان مباراة صعبة طبعا جدا وكان فاكر خلصت كام؟ تقريبا خلصت اعتقد يعني خلصت مثلا 22 20 حاجه كده فرق واحد او اثنين يعني كان مباراه صعبه جدا حطيت فيها جون كام جون تفتكر؟ ست جوان او سبعة جوان ما شاء الله يعني تقريبا انت بتتكلم لو قلنا 22 انت بتتكلم تقريبا أيوة في يعني تلت الحمد لله السكور تقريبا يعني اولموست تلت يعني ايوه بالظبط بالظبط لان كنت انا في كنت متخصص ان انا اشوط ضربات الجزاء يعني فانا كنت يعني فده علل السكور بتاعك فده علل السكور شويه طبعا دلوقتي يعني طب خلينا نطلع الفاصل يا كابتن لا ده لسه عندي كتير نطلع الفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع لحضراتكم تاني نكمل كلامنا مع اسطوره كره اليد في نادي الاهلي ومنتخب مصر اشرف عواد ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد مكملين حوارنا مع الاسطوره كره اليد الكابتن اشرف عواد كابتن اشرف احنا قعدنا 20 سنه في مصر عايزين نستنسخ اشرف عواد يعني جد يعني كره اليد والمدربين يقول لك اصل ده شايفين فيه اشرف عواد طب حازم ممكن يبقى مش عارف مين طيب مين حازم عشان كان وينج ليفت بس يعني انا بقول لك كل ما نشوف حد يقول لك اشرف عواد الثاني اهو 20 سنه مصر بتحاول تستنسخ لعيب ايوه
يعني الفتره، بص يا كابتن هيثم، الفتره اللي فاتت ديت في عناصر مميزه في النادي الاهلي، عبد الرحمن فيصل، في حجاج برضك من العناصر المميزه عندنا، طبعا عناصر الخبره طبعا بتتكمل في اسلام والطيار واحمد عادل، وفيصل راح البطوله العربيه وكسب برونزيه، خبره ليه كمان، خد البرونزيه، خد الفضيه اللي عمل مباراه ماتشات كويسه. وان شاء الله ربنا يسهل، يعني في ناس كويسين في النادي الاهلي وفي، وعلى فكره مش جيلك انت بس، مش انت لوحدك في جيلك، يعني مثلا عطار حاولوا يستنسخوه، بس كان بيشوط برغم ان هو لعب يد متاخر. جيلكم كان، يعني انت حكيت لي قصه على عطار والله، ولا ازاي في بطوله العالم احنا طبعا 93 ديت، كان جمال شمس معانا، فكنا اول ماتش طبعا خسرناه كان ايسلندا، وثاني ماتش رومانيا، والماتش طبعا بتاع رومانيا دوت كان فيه باك ليفت شباب كان طويل، يعني طول زي العطار بالظبط، نفس طول، يعني الحنكه بتاع كابتن جمال شمس قال لك احنا نجيب العطار ويلعب باك ليفت. العطار كان فين ساعتها؟ كان مع المنتخب الاول، المنتخب الاول، كان زمالك المنتخب الاول، نجيب العطار ومع ويتمرن معانا التمرينه دي اللي هي تراي ماتش، ويعمل نفس الحاجات اللي هو الباك ليفت، وانتوا تدافعوا عليه واحنا ندافع عليه، فطبعا دي كانت استفاده طبعا، هو طبعا شباب غير العطار كان فريق اول، فدي كانت استفاده اللي احنا ندافع عليه بقى، وتقف عليه ازاي، وتطلع عليه بلوك ازاي، وازاي تقابله، وازاي تعمل كده، فدي كانت طبعا دي برضك حنكه مدرب برضك اللي هو كابتن محمد الالفي. ايوه استعان بيه عشان تتمرنوا وتوقفوا اللعيبه، لان كان اول ماتش خساره طبعا فمن ايسلندا، فكنا خايفين بقى ايه، يعني هتخسر تاني هتبقى صعب. فالحمد لله ربنا وفقنا في المباراه دي، وعملنا اللي هو قاله كابتن جمال، وكسبنا الماتش، كسبنا فرق 7-8 جوان الحمد لله يعني. وخلي بالك انتوا كان جيلكم ممتع، يعني 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 معلش يعني مع احترامنا طبعا الجيل موجود رائع وهايل وعامل انجازات، بس انتوا كان عندكم عارف حريفه، احنا بالظبط كنت حريفه، كتر كابتن حسن يعني كتر الاحتياج الخارجي اللي كان موفره الاتحاد ساعتها دكتور حسن مصطفى، كان يعني احنا، انا عايز اقول لك احنا كان اكتر من دلوقتي كمان يا كابتن، كان اكتر طبعا، بس طبعا نظر الظروف دلوقتي بقى كورونا وكده والعمليه صعبه، لكن احنا انا عايز اقول لك ان احنا مثلا ما كناش بنقعد في مصر، صحيح ما بنقعدش في مصر كتير، يعني كنا بنحسدكم يا كابتن، احنا السله كنا متضايقين منكم قوي، كنا بنقعد ما بنقعدش في مصر كتير، يعني كتر الاحتكاكات، مش الاحتكاكات لان احنا مستوانا عالي، والفرق اللي في اوروبا كانت بتطلبنا على طول، فتلاقي يعني تطلع من مثلا من فرنسا على البرتغال على اسبانيا، على اسبانيا، كل ده يعني احتكاك، يعني تلعب لك مثلا 9 ماتشات في 3 بطولات تبقى حاجه كويسه جدا. الظروف كمان احنا مره رحنا بطوله ايفري في فرنسا، كانت كل سنه بتتعمل في باريس، وكان في منتخب اليوغوسلافي والمنتخب الدنماركي ومنتخب فرنسا، والحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا ان احنا ناخد البطوله على الفرق دي كلها. فانت بتروح بقى في البطولات الرسميه ما انتش خايف منهم. بالظبط، احنا بقى ما بنشوفكوش في البطولات الفتره الوديه، بنشوفكم في الرسمي، فنقول ايه ده، هم جابوا الكلام ده منين، ايه الحلاوه دي؟ بس طبعا الفتره اللي هي قبل بطوله العالم السنتين دولت احنا يعني سافرنا كتير اوروبا، ولعبنا ماتشات للقصر اللي هي الحته الهيبه بتاعت الفرق الاوروبيه. فالحمد لله يعني قدرنا ان احنا يعني اي فرقه كنا بنلعبها زيها زي اي حد، زيها زي اي حد، وبتكسبها في اي وقت، يعني الدنمارك، السويد، المانيا، يعني كانت بالنسبه لنا فرق كلها في متناول اليد يعني. طيب قول لي، يعني انا يعني اكيد برضو انت مع يعني يعني مع المنتخبات الاول، مين اللي كان بيقعد معاك في الاوضه؟ مين كان مقرب ليك في النادي وفي المنتخب؟ اللي في النادي طبعا كان بيقعد معايا كابتن هاني النجدي دلوقتي اللي هو المدير، ده في النادي. كلنا طبعا كنا حاجه واحده يعني، طبعا انا بتكلم على يعني في المنتخب. استغرب بقى اللي كان بيقعد معايا في المنتخب مجد ابو المجد، مجد ابو المجد يا عم الاهلي وعم الزمالك يعني خلص. بس هي دي روح على فكره في المنتخب. بالظبط، يعني ما كانش فيه يعني ما كانش فيه عادي يعني في المنتخب بنقعد مع بعض نحمس بعض. اشرف عواد بيقعد مع مجد ابو المجد. بالظبط، يعني كنا رمزين كبار في الناديين بتوعهم، بس يقعدوا مع بعض في الاوضه. حتى كمان في بطوله العالم 99 في اليابان في كومودو، كان طبعا عارف اليابان من الزلازل كتير والكلام ده يعني. كان على طول بقى ونقعد نشجع بعض ونلعب مع بعض. كان حصل زلازل وانت هناك؟ هو كتير كتير كتير. كنت احنا بنستغربها، هم عادي، هم بالنسبه لهم عادي، احنا اول يوم بالنسبه لنا كانت العمليه صعبه، رعب بقى وزلزال اجري يا جدع، اجري يا جدع. بالظبط. والناس مش شايفينكم يعني تجري، مستغربين هم بيجروا ليه؟ ايوه بالظبط، وده اللي حصل فعلا.
وقدر افتح واجري ومش عارف ايه، بص في الكوريدور مفيش حد بيجري، حد بيجري. وتلاقي الناس انت بتجري ليه يا فندم؟ لا زلزال عادي حضرتك انت تلاقي 10 عادي بقى ما يعني خلاص. قعدنا طبعا عشان كان فرق التوقيت ساعه بيولوجيه فكنا بنسافر مثلا قبله 10 ايام عشان تاخد الوداع لحد بقى ما تعودنا على الزلازل فخلاص بقى. فقاعدين انا واوضه في مجدي قاعدين فنحس بقى ما تلاقيش مجدي ما تلاقيش ده طب زلزال زلزال مفيش مشكله. وبطوله العالم دي كانت الناس بصحابات تتفرج عليها تخيل. طبعا طبعا دي ده يعني دي احنا كنا يعني طبعا كان بيبقى في ناس متابعه ونخلوا بالكم الناس، واحنا طبعا كنا بنتكلم اهالينا وكده فبنشوف الناس. فالناس ايه المباراه كانت ساعتها الفجر يعني بنصحى انا فاكر كانت الناس بتصحى تتفرج عليها انت عارف اليابان. كنا عايزين يعني نحقق افضل حاجه طبعا عشان مصر وعشان نحقق بطوله ونعمل حاجات كده، فهو ده اللي كان بيحفزنا يعني. طب يعني قول لي يا كابتن وانت لعيب انت خدت اوسامه اكيد خدت يعني تكريمات، ايه اللي بتعتز بيه قوي؟ يعني يمكن بطوله العالم اللي هي 93 دي الشباب طبعا خدت وسام الرياضه من الدرجه الثانيه برئاسه الجمهوريه. برئاسه الجمهوريه ما شاء الله. ساعتها كل الفريق خدوه وكل كل الفريق كان ساعتها الرئيس حسني مبارك رحمه الله عليه يعني قابلنا في راس الطين وخدنا كلنا فرحت انت فرحت بحاجه زي كده ان حسيت ان بلدك بتحبك والناس حاسه طبعا وفي انجازات والناس عارفانا ويعني حاجه لان كان ان احنا نشوف تكريم رئاسي الفريق طبعا كان طبعا حاجه جديده علينا وكمان فريق جماعي. احنا كنا على خلي بالك ما انا برضو معاكم في العاب شهيده ايوه كنا كلنا يعني نفس الهم مع بعض يعني. فكان دلوقتي يمكن السوشيال ميديا بقى طبعا دلوقتي هي فايه ظهروا اكتر يعني، لكن احنا لو كان وقت ما احنا موجودين السوشيال ميديا موجوده كانت هتبقى الدنيا بالنسبه للباسكت والهاندبول والفولي وكل حاجه. بس احنا لحقنا حته، احنا يعني اخذنا اخر حاجه في اخر حاجه كده يعني برضه العمليه ما كانتش بعيده قوي يعني لحقنا حته كده يعني ربنا كرمنا كده بسنه ولا سنتين برضه عشان ندوق حلاوه السوشيال ميديا والهيصة والكلام ده. طب قول لي يا كابتن انت طبعا توليت مدرب الفريق الاول والكلام ده كان من فتره من ايام يعني القصه جت ازاي؟ يعني اتعرض عليك ازاي الموضوع؟ والله طبعا كان في نص الموسم. والله طبعا يعني الحمد لله طبعا بشكر مجلس الاداره النادي الاهلي وطبعا مدير الشؤون الرياضي ونائب الشؤون الرياضي كابتن رؤوف وكابتن ياسر رملي وطبعا المدير الفني كابتن طارق محروس ان هم ادوني الثقه ديت ان انا بقى مدرب درجه اولى. وطبعا كان في يعني تواصل قبلها بفتره كده ان ممكن تيجي تمسك معانا ومش عارف ايه، فطبعا ده شرف ليا طبعا ان انا امسك في النادي الاهلي وفي مكان زي دوت. اللي ربنا يوفقنا ان شاء الله يعني احنا نحقق حاجه كويسه يعني الفتره اللي جايه مع انا عايز اقول لك ان طبعا يعني قرار مجلس اداره والنشاط الرياضي وطبعا قرار كابتن طارق محروس احنا اسعدنا كلنا والله يعني انا مبسوط جدا. انت اكيد حاسس بده. انا مبسوط جدا جدا طبعا ان هم يعني دي ثقه كبيره قوي ان هم واثقين فيا وان شاء الله يعني نحقق الانجازات ونحقق حاجه افضل السنه الجايه. طب انت مضيت مدرب ولاعب ولا مدرب بس؟ لا انا ما شاء الله انا مدرب وفي التمرين ولاعب. انا شايفك اللهم صل على النبي ما شاء الله ربنا يحميك فورمه وبتاع. طب يلا بينا يا كابتن ده هتمضي ورقتين وتطلع الكارنيه فالموضوع مش بعيد يعني ما شاء الله. لا ان شاء بس الله. خلي بالك يعني انت معروف عنك الروح العاليه، معروف عنك القتاليه، انت لعيب بطوله عارف البطولات تخلص ازاي. فكابتن طارق محروس يعني اختياره ليك او نظرته ليك والله يعني من اول ما بدانا طبعا يمكن بقى لي اسبوع او 10 ايام طبعا كابتن طارق محروس اداني المهام بتاعه المدرب الخط الخلفي واهتمام طبعا بتوجيهاته طبعا وفي التنسيق طبعا التنسيق معاه طبعا هو مدير الفني والتنسيق مع باللعيبه اللي هم موجودين حاليا لان احنا عندنا في المنتخب دلوقتي 14 لعيب 13 لعيب مع المنتخب المصري في واحد لعيب طبعا سامي الجزيره والمنتخب التونسي فدولت الموجودين لكن بقيه اللعيبه مع تطعيم شويه من اللعيبه الموازين من هم 2002 موجودين معانا فبنقدر ان احنا ننسق بين هنا وهنا وعشان لما يجوا بتوع المنتخب يبقى في كله يعني كله انسجام واحد بالزبط. عندنا برضك الفتره اللي جايه بعد هيبدا الدوري طبعا كابتن عيسم 11 عندنا ست مباريات هنقدر ست مباريات هتلعبوها تقريبا في كام اسبوع يا كابتن؟ ست مباريات تقريبا في ثلاث اسابيع تقريبا بتلعبوا خميس وجمعه هنلعب ست مباريات يبقى ثلاث اسابيع هنلعب في ست مباريات ثلاث اسابيع ديت وربنا يوفقنا وطبعا ونعمل نتائج كويسه طبعا دي هتبقى حاجه كويسه طبعا وبعد ست مباريات ديت عندنا 60 يوم 60 يوم توقف 60 يوم توقف دي فتره كويسه جدا لرجوع طبعا اللعيبه المصابين
طبعا في منهج علمي، في عندنا مخطط أحمال بدأ يشتغل مع الفرقة بشكل جيد، بس طبعا الأحمال بتبقى مختلفة شوية لأن احنا عندنا مباريات خلاص كمان 10 أيام أو 5 أيام. فبعد الفترة ديت ما خلص المباريات ديت هنبدأ فترة إعداد 60 يوم مع الفريق طبعا، بالاعتماد بقى مع اللعيبه بتوع المنتخب اللي هيروحوا بطوله افريقيا خلاص، هيبقى في لعيبه طبعا موجودين معانا مع اللعيبه المميزين بتوع 2002 وموجودين معانا، فهنقدر ايه نعمل انسجام بالفرقه. والفرقه طبعا يعني كلها عناصر صغيره خبرات، في خبرات طبعا في اسلام والمصري واحمد عادل دول طبعا مع المنتخب، بس في ناس ثانيه موجوده دي نخليها يعني نقدر يبقوا موجودين معانا ويستفيد من الفتره الاعداد دي عشان هيبقى خلاص الدوري، لان الدوري فاضل احنا عندنا في المباراه فاضل 25 مباراه. يا خبر ابيض احنا بنتكلم ودي ادوار ترتيبيه بتاعتنا. دي ادوار كلها ترتيبيه، المباراه يعني احنا عندنا اول 17 مباراه هياخدوا منهم اول سته، وبعد كده المجموعه هتتقسم، وبعد كده الست دول هيلعبوا على اول اربعه عشان نروح نطلع الاربعه على الدوري. هيبقى الاول ياخد 2 بونت والثاني بونت ونص والثالث نص بونت طبعا لسه في كبير. ففي فتره كويسه، فنحاول ان شاء الله اللي هو المخزون بتاع الشهرين ال 60 يوم بعد الست مباريات اللي هتخلص دي ان احنا نبقى في احسن هقول يا كابتن حضرتك كنت بره الفرقه الفتره اللي فاتت، يعني كنت بتشايفها زينا وتشجعهم زينا طبعا للنادي الاهلي واحد افراده يعني واحد ابنائه قصدي. يعني الفترة اللي فاتت احنا خسرنا بطولات، يعني طبعا ما توفقناش فيها، ماتش زي السوبر خسرنا في اخر ثانية، ماتش زي الدوري السنة اللي فاتت خسرنا بعد مباراة فيصل مع نادي الزمالك وكسبنا الكأس، خدنا بطولة ابطال الكؤوس بداية الموسم. شايف الفرقة يعني غياب التوفيق ده هيفضل كتير ولا شايف ان احنا لا خالص ان شاء الله؟ يعني انت شايف زي ما قلت يا كابتن هيثم ان الموسم اللي فات احنا كان عندنا اربع بطولات، الاربع بطولات في بطولتين يعني انت 50 50 دلوقتي هو بطولتين واحنا بطولتين، يعني الزمالك المفريق منافس بطولتين واحنا بطولتين. صحيح. لكن الفتره اللي جايه هي يعني كانت يعني سوء توفيق شويه، مش سوء توفيق من يعني الحظ ان انت تخسر، يعني ماتش السوبر دوت الكوره احنا كنا اقرب بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. يعني ماتش السوبر يعني لو في فار الماتش بتاعنا. صحيح. يعني ده خطا فني ضربه جزاء لل ده في القانون الجديد ضرب جزاء ده غير الجون اللي جه في اخر الشوط الاول، غير الجون اللي جه بعد الطايم بعد بالظبط اللي هو بتاع وسام نوار اللي حط ايده على الارض وخد الكوره، ده يفرق معانا ده مش مثلا مش مع الصفاره ده بعد الصفاره بثانيتين ثلاثه يعني الناس كلها سمعت الصفاره كلها مش شغال وراح الحكم رفع ايده جون والماتش خلص. ادي جونين يكفيني ان تكسبين لكن الفتره اللي جايه ان شاء الله يعني في استعدادات كويسه وفي يعني ترتيبات وفي شغل كويس ان شاء الله على الكابتن طارق معروف وكابتن محمد عادل والجهاز اللي معاهم كله يعني. فانتوا اتكلمتوا اكيد وشفتوا يعني اكيد طبعا في تصحيح اخطاء ونشوف النواقص ايه وهنشوف اللعيبه اللي هي مصابه ترجع. طب قول يا كابتن في تعاون انتوا دلوقتي يعني ان شاء الله حتى الست مباريات اللي جايين ما هيبقى عندنا ماتش منهم او اتنين جامدين. احنا عندنا يوم 11 ان شاء الله الجيش ماتش قوي كده سبورتنج طبعا سبورتنج ماشي كويس عشان طبعا لسه ما لعبش الاهلي ولا الزمالك هيبقى اول ماتش جامد يلعبه في الشمس في هليوبوليس. طب قول يا كابتن ايه الفتره دي وجهه نظري ما اعرفش حضرتك تتفق معايا ولا لا، المهم عندي دلوقتي المصابين لازم اجهزهم، لازم لو حد حتى بيشتكي من الاجهاد مش هقول اصابه لازم نظبط الدنيا دي كلها. هو ده طبعا ده اللي بيتم من الجهاز الطبي. مين المصابين عندنا دلوقتي؟ احنا دلوقتي عندنا مصابين تحت السن اللي هو 2002 في مهاب. وفي محسن رمضان رجع محسن رمضان رجع كاستيلو رجع خلاص رجع لا اما هيكمل مع المنتخب بطوله افريقيا لا اما هيرجع معانا ويبقى جاهز والماتشات دي هنحاول نرتقي على المستوى الاعلى. طب عادل اخباره ايه؟ احمد عادل برضك مصاب بس لسه يعني عنده ايه احمد؟ تقريبا عنده حاجه في العضله الخلفيه لسه بيتعالج منها بس احمد عادل هيبقى طبعا مع المنتخب فيبقى العلاج بتاعه هناك مع المنتخب يعني هو هيروح المنتخب يكمل علاجه هناك طبعا احنا طبعا كابتن طارق متابع مع الجهاز الفني ومتابع مع اللعيبه الجهاز الطبي هناك ومتابع مع اللعيبه بيشوف اللعيبه واخبارهم ايه
وفي تواصل، في تواصل مع لعيبه. والمنتخب عنده ماتشين، المنتخب عنده ماتشين يوم 4 ويوم 6 مع مقدونيا. ربنا طبعا يوفق المنتخب البطوله اللي جايه طبعا، ده منتخب مصر يعني. بطوله افريقيا مهمه جدا جدا، وفي تعاون طبعا وفي توافق يعني المنتخب ولاعيبه النادي الاهلي وتنسيق بين دول، بحيث ان احنا نخلي المستوى يعني كله متقارب مع بعض يعني. طب اقول لك يا كابتن، احنا قلنا المنتخب عنده ماتشين صح؟ هيرجعوا من المنتخب امتى اللعيبه؟ اللعيبه هيرجعوا من المنتخب يوم 7 7 نوفمبر. انت عندك اول ماتش يوم 11. طبعا في برنامج طبعا محطوط ان احنا هنديهم مثلا ممكن يوم راحه ياخدوا راحه يوم 8 راحه، وعندنا 9 و10 وتلعب الماتش اللي هو بتاع. وسمك جزيري هيجي امتى؟ سمك جزيري يعني بعد ما يخلص يعني في قريب يعني لازم هيكون موجود قبل 11. لازم هيكون موجود قبل 11. ما هو ده الاسبوع كتير قوي. ده الاسبوع كتير قوي، 7 او 8 يعني هيبقى موجود، ممكن يوم 7 يعني، فممكن 7 8 يكون هنا سمك جزيري يعني. وهتبقى طبعا الفرقه كلها كامله مع بعض، فان في برنامج محطوط طبعا للفتره اللي جايه ديت، لان الاحمال هتختلف في طبعا، الاحمال هتختلف في اللعب بين هنا وهنا يعني. يعني احنا بنتكلم في 3 اسابيع وبعد كده 60 يوم، يعني نقول 21، يعني هنا 81 يوم. 81 يوم ريكفر. ريكفري طبعا. وريكفري بقى واستعداد واستعداد ونرجع اللعيبه اللي هم المصابين واللي هم مستواهم قل، يعني في في برنامج محطوط كويس جدا يعني لكل لعيب. كل لعيبه متفائل مع طبعا مع طبعا الاعداد النفسي، لازم اهم حاجه الاعداد النفسي. انت نفسيتك كويسه بالظبط هتلاقي الدنيا. لان بص يا كابتن، انا هكلم حضرتك بامانه، بعد ماتش السوبر اللعيبه احبطت بشكل كبير جدا. دخلنا على ماتش الدوري بالظبط، انا ماتش الدوري ده يعني ما بعتبروش يعني ان هو انديكيشن او مؤشر على مستوى صح. لانه انت بتلعب وانت في درجه من الاحباط ما تعرضتهاش قبل كده. ايوه صح. فالناحيه النفسيه مهمه جدا جدا للاعبين. هل ده في اعتباركم كجهاز فني ولا لا؟ هل في اعتباركم جهاز فني حته الناحيه النفسيه؟ ده مهم جدا طبعا. لازم طبعا نرجع اللعيبه الحته النفسيه ليهم، ان طبعا تخسر مباراه سوبر ديت وبعد كده مباراه الدوري. فهي دي اللي هتبقى فيها مشكله، فدي اللي بنحاول نمشي فيها، ان الاعداد النفسي دوت للعيبه ناهلهم ان هم، والحمد لله اللي احنا عندنا الفتره اللي جايه اللي هي 60 يوم دولت، الاعداد النفسي للعيبه ان هم يبقوا جاهزين للماتشات، لان بعد بطوله افريقيا خلاص مفيش توقف بقى. مفيش توقف بقى، هتلعب الدوري، هتلعب بطوله افريقيا في يناير صح؟ من 13/31 تقريبا. من 13/31 يناير نرجع بقى فبراير، عرض مستمر. هترجع بقى لحد اخر شهر 5 مستمر بقى. مستمر دوري وكاس. دوري وكاس. وبطوله العالم هتبقى السنه كده في شهر كام ولا ما تحددش؟ بطوله العالم في شهر 1، هي بطوله العالم معروفه على طول في شهر 1. 23 في المجر وسلوفينيا. ما احنا كنا اخر دوله ننظمها لوحدينا، بعد كده هيبقى كله دولتين. بعد كده كله بقى دولتين كده. كل دولتين. طب قول يا كابتن، يعني المنتخب برضو ما شاء الله بيحقق برضو نتائج كويسه، ماشي ترتيبه دلوقتي الرانك الرابع على العالم، ودي حاجه انجاز من زمان ما شفناش مصر في الرابع على العالم. والمنتخب يعني عنده 2001 من 2001 صحيح. 2001 ما شفناش ان احنا في المربع ده. طيب شايف المنتخب، وطبعا في غياب المدير الفني طبعا هو موجود في اوروبا، واكيد هيرجع في افريقيا يكون معانا وبيتولى المسؤوليه، ودي تجربه الحقيقه. والمفروض المدير الفني يعني المفروض راجع، يعني المفروض رجع المفروض رجع عشان الماتشين اللي بتوع فالاجنده الدوليه هو جه فالمفروض ده يبقى موجود يعني. لكن المنتخب ان شاء الله يعني قادر انه يكسب لا باذن الله يعني يعني كل طبعا بحاجه بايد ربنا، لكن المنتخب دلوقتي طبعا المستويات اللي حققها في بطوله العالم هنا في مصر، وخسرنا من الدنمارك بضربات الجزاء في اخر مباراه دور الثمانيه، والاولمبياد طبعا اسبانيا ممكن نلعب على الثالث والرابع. لكن مستويات المنتخب فيه عناصر جيده طبعا في المنتخب. بالمناسبه يا كابتن، بنستغل الفرصه دي ونقول لهشام السيد دودو الف سلامه. يعني طبعا الاصابه طبعا قويه جدا، بس نقول له الف سلامه وان شاء الله يقوم بالسلامه. ويمكن الموسم ده مش هيلحقه خلاص، ان هو سير وصل ليه بقى ياخد له بتاع 6 شهور وبل تاهيل كمان شهر ولا شهرين، فممكن على الموسم الجديد يعني. فان شاء الله يكون مستواه عالي باذن الله على بطوله العالم اللي جايه باذن الله يعني. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن اشرف عواد، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن اشرف، احنا اتكلمنا عن يعني كل حاجه، يعني اتكلمنا كلاعب ما شاء الله، يعني احنا ممكن ما غطيناش كل حاجه، خد بالك يعني احنا كلاعب يعني خدنا كده ايه زي ما بيقولوا من كل حديقه بستان ورده. واتكلمنا كمان يعني مع الجهاز الفني والفتره اللي انت موجود فيها مع النادي الاهلي وطموحاتك. هنتكلم على بدايتك كمدرب، بدايتك كمدرب او عالم التدريب. انت بطلت
ازاي التحقت بعالم التدريب ورحلتك لغايه وصولا ان انت مسكت مدرب النادي الاهلي؟ يعني ممكن اخر فتره كنت فيها كانت سنه 2006 كان 2006 بدات طبعا في المنتخبات. كنت بدات منتخب 94 كنت اكون منتخب 94 وكان مع كابتن محمد عادل، ومنتخب 92 كان مع كابتن مجد ابو المجد. وطبعا ما خلصت بطلت مع النادي، بطلت النادي مسكت فرقه مواليد 90 كانت الشباب اللي هو كان علي زين دلوقتي وسند والله في النادي الاهلي. في النادي الاهلي والحمد لله ربنا وفقنا وحققنا كاس وكاس ودوري، قعدت معاهم موسمين وبدات. وبعد كده طلعت مع كابتن محمد الفي، خدنا يعني في النادي اليوبيس، حتى كان معانا كابتن صابر حسين دلوقتي مدرب منتخب 2002 وكابتن مجدي مدرب منتخب 2004. خد الكوكبه يعني عمل كوكبه كده. لان كابتن حمد الالفي ليه وجهه نظر دائما يعني انا بشوفها بنسبه كبيره بتوع صلاح بالظبط. بس وبعد كده ما خلصت فتره التدريب هنا طلعت في احدى دول الخليج، يعني بدات فتره التدريب مع نادي الجيش القطري من 2011 لحد 2017. ست سنوات. ست سنوات طبعا حققنا فيها بطولات مع فريق الشباب اللي هو تحت الدرجه الاولى على طول يعني. لحد بقى طبعا كان في الفتره اللي فاتت دي كورونا، كانت الدنيا واقفه برضه مش في تدريب وكده، فالحمد لله ربنا يعافينا يعني وتزيل هم ديت يا رب. وخلصت طبعا لحد ما جيت بقى مع النادي الاهلي. جيت مع النادي الاهلي واختارني طبعا كابتن طارق محروس والجهاز الفني ان شاء الله باذن الله هكون نجم كبير ان شاء الله ربنا يوفقنا مع النادي الاهلي. خليك فاكر كلامي ده ان شاء الله باذن الله يبقى يعني وشك حلو كتير على الفريق باذن الله. يعني هو يعني عايز اقول لحاجه، الجهاز الفني في النادي الاهلي طبعا احنا يعني منظومه واحده كلنا بنشتغل مع بعض. طبعا كابتن طارق محروس تحت قيادته طبعا هو مدير الفني للفريق، كلنا منظومه واحده كل واحد ليه شغله، كل واحد عارف دوره ايه، وده اللي احنا الحمد لله بنكمله وكل احنا كلنا بنكمل بعض. الميزه بس ان يعني كابتن طارق محروس من شغل الشاغل ان هو بيعتمد على صغار السن، يعني صغار بيبني السن جيل 10 سنين بيبني جيل. يعني انت بص على الجيل دوت ان شاء الله ما نستعجلش عليه، ان شاء الله نعمل حاجه كويسه. كان في خساير، كان في سوء توفيق، بس هو معلش وبنكسب يعني. ما انت ما يعني انت ماشي بتكسب وبتخسر، بتكسب وبتخسر. الرياضه كده مش معقوله كده بتكسب في لا، وان شاء الله هنكسب على طول، بس مع جيل صغير، مع جيل صغير بتبني. وفي عناصر، كويسه جدا في الفرقه بتاعه 2002 تكمله للفريق الاول، مع مجموعه كويسه جدا طبعا، مع مجموعه الخبرات اللي موجوده. اما نحط المنظومه دي كلها مع بعض والانسجام دوت ان شاء الله نحققها كويسه يعني ان شاء الله، وربنا وفقنا يعني ان احنا نعمل حاجه كويسه طبعا لنادينا كيان النادي الاهلي طبعا اللي اتربينا فيه وعشنا فيه. لمست فرحه الجماهير بيك؟ والله انا بصراحه انا في السوشيال ميديا يعني لما الخبر نزل في السوشيال ميديا انا يعني ما كنتش بدا الترحاب دوت من الناس يعني الناس فرحانه بيك. فالناس فرحانه، فربنا وفقنا ان شاء الله ونعمل حاجه كويسه للنادي الاهلي طبعا. احنا شايفين ان انت يعني اسم كبير يعني، شايفين الحمد لله اشرف عوض يرجع بيته ده عارف ده حاجه تحس كده ان انا يعني والله انا كده مبسوط جدا طبعا. بشكرهم جدا طبعا، وعايز اقول لك تاني باشا يعني مجلس الاداره يعني لان يعني الفتره اللي جايه يعني انتخابات وحاجات كده، فالقرار بتاعي جه في الاخر. لا 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 الكلام ده مش في النادي الاهلي، ما انت عارف النادي الاهلي، النادي الاهلي فوق الجميع، النادي الاهلي فوق الجميع طبعا. ومع اي ظروف دايما يعني مجلس الاداره ورئيس مجلس الاداره دايما نظروا على النادي الاهلي، نظروا على النادي الاهلي طبعا. فدي اللي طبعا ساعدتني جدا، والسوشيال ميديا ساعدني جدا يعني. ما يعني انا رد الفعل بتاع السوشيال ميديا يعني بصراحه انا مبسوط جدا يعني فحاجه يعني. فانا بشكر كل الناس طبعا يعني، مش قادر اقول لهم شكر يعني، وفرحتي اللي انا رجعت النادي الاهلي مره تاني. بس ربنا وفقنا بقى ونحقق بقى البطولات ونطلع جيل بقى يعني يسعد النادي الاهلي ويسعد الجميع يعني. كلنا ثقه فيك يا كابتن ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طيب الجهاز الفني يعني طبعا الجهاز الفني كلنا مع بعض. انا قصدي اقول ايه ان لا يعني عارف احنا يعني انت قلت كلمه حلوه، احنا بنكمل بعض. الجهاز الفني كابتن اسف كابتن طارق محروس كابتن طارق محروس كابتن محمد عادل وانت وانا بس هي الفكره كلها ايه، الناس اخر لقطه ليك معاها وانت لعيب. ايوه انت فاهم يعني الموضوع جاي ازاي. فطبعا شايفين نجم كبير يعني لا وفي طبعا الجهاز طبعا في تحت طبعا في ال 2002 كابتن احمد السحيلي ماسك في 2002 مدرب كويس برضك، في كابتن ميشو من 2004. فده تكمله، لو احنا ما كملناش المنظومه دي او السلسله دي كلها مش اهم حاجه الفريق الاول. صحيح. فاحنا نطلع من هنا لل 2004 2002 هتخدم الفريق الاول،
هتكسب هتبقى طبعا دي حاجه كويسه للنادي الاهلي اكيد. طب كابتن عائله عواد تمام اشرف عواد، حازم عواد، حسن عواد، حسين عواد، بلال عواد، نسيت حد؟ ابراهيم عواد. ابراهيم عواد، ابراهيم عواد، خمسه صح تاني مش بلال اشرف عواد حسن عواد حسن عواد حسين عواد بلال عواد ابراهيم عواد. ما شاء الله الحمد لله. يعني ما حصلتش في التاريخ عيله تبقى. انا عايز اقول لحاجه، احنا في يعني في فتره من الفترات كان بيلعب حازم عواد وينج ليفت، اشرف عواد باك ليفت، وحسين عواد سنتر هاف. طب نروح فين؟ واخدين نص الفرقه. انا جاي انا واخواتي. انا جاي انا واخواتي العب، ما حدش لي دعوه بيا. انتوا الثلاثه كنتوا في ملعب خط خمسه. ما شاء الله. كان احنا الثلاثه بنلعب في تاني اشرف اشرف حازم واشرف و وحسين عواد. وحسين عواد. انتوا الثلاثه ما شاء الله كنت في بعد كده بقى جيب التوالي بقى بلال عواد مواليد 84، جه بقى ابراهيم عواد 86. في عبد الرحمن دلوقتي بيلعب في نادي الطيران وينج ليفت برضك مواليد 92. هما يمكن بس. وشيماء اختك برضك كانت بتلعب في النادي الاهلي بس شيماء. شيماء عواد. لا دي اول واحده شيماء عواد، بس يمكن ما يعني ما حصلهاش ظروف، بس هي دلوقتي بتدرب يعني ما شاء الله. الحمد لله. انتوا كم اخ؟ احنا الحمد لله تسعه. تسعه بسم الله ما شاء الله. عيلة عواد التسعه لعبوا يد ولا الخمسه؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته يعني سته الولاد وشيماء اختي لعبوا كلنا كنا في النادي الاهلي. طب ودخلتوا يعني معلش، ما هو انا ممكن يبقى واحد دخل اثنين، انما كلكم يعني كلكم حبيتوا كره اليد. هو انا يعني اما انتقلنا من مركز شمال السيره كنت انتقلت انا وحازم، بعد كده بقى جيب التوالي بقى حسن، وبعد كده حسين، وبعد كده ابراهيم، وبعد كده عبد الرحمن. ما ينفعش تبقى معايا يا كابتن في الاستوديو وما يبقاش معانا راس الجهاز عشان يعني يعني نتكلم معاه، وهو الراجل انا بعزه جدا وبحبه كابتن طارق محروس. اهلا بيك يا كابتن طارق. حضرتك كان سعيد جدا بيك والله. والله كابتن اشرف عواد سعداء بحضرتك جدا يا كابتن. وكابتن اشرف بيمسي عليك. بيقول لك التمرين امتى يا كابتن؟ ايه بيقول لك التمرين امتى عشان يلا نبتدي يعني نخش على التمرين على طول؟ بص نزل من المطار قلت له اشرف انت فين؟ قال لي انا طب انا مستنيك في النادي. دخل النادي في شنطه التدريب، قال لي شنطه التدريب، قلت له خش يا عم عندنا تدريب يا عم. طب دي صفقه كانت سريعه، صفقه في الجهاز الفني سريعه، خش على التمرين على طول. الموضوع بسيط يا كابتن طارق. كابتن طارق يعني طبعا طبعا كابتن هيثم حبيبي يا كابتن طارق من علامات كره اليد في مصر والنادي الاهلي، فلازم يكون ليه بصمه خصوصا الفتره اللي جايه دي، فتره كلها شباب وناشئين، وهو راجل عنده خبرات. يعني عايز اقول لك هو واقف في الملعب الواحد بيبقى سعيد جدا بيه، الاولاد كلهم متلمين حواليه في التمرين. فعلا حاجه تشرف النادي الاهلي. الله يخليك. ونتشرف احنا كجهاز ان هو يبقى موجود معانا. انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن طارق، واقول للساده المشاهدين ما يخفاش عليكم، يعني انا لما بكلم كابتن طارق اطلب منه يعني انه يشرفني او حاجه يقول لي لا طلع الجهاز، لا طلع اللعيبه، يعني حضرتك بتكبر الناس اللي معاك يا كابتن طارق، ويمكن حضرتك بتحط نفسك اخر واحد والله، وانا اشهد بده، بتحط نفسك اخر واحد ودايما مقدم اللعيبه والجهاز الفني عنك يا كابتن طارق. الحمد لله والله. يعني اصلا احنا لعبه جماعيه، والالعاب الجماعيه ما فيش حد فيها بيسقف لوحده، اي جهاز لازم بيشتغل في منظومه متكامله، كل واحد ليه دور، ما حدش بينفرد بقرار، القرار كله موحد عشان القرار يطلع صح. ما فيش حد بيبقى شايف كل حاجه، لازم اللي حواليك بيبقوا شايفين معاك، وده دليل النجاح. انت الفرق اي فرقه في العالم بتكسب بيبقى فرق كلها نجوم، ما فيش نجم واحد. النجم الواحد ده في الفرق اختفت في الالعاب الجماعيه. صحيح. نادرا ما بتلاقي، يعني احنا عندنا مثال قوي جدا، عندنا فرق زي فريق باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان ده من الفرق اللي معججه بالنجوم العالميين من كل حته في العالم، لكن ما كسبوش بطولات اوروبا، ما بيكسبوش ليه؟ ان كل نجم فيهم عايز يظهر نفسه، عايز ان تعالى بقى في فرق ثانيه زي فيسبرم زي كيل الالماني، ما فيهمش النجوم الجامدين لكن بيكسبوا، لان اللعبه اصلا هي لعبه جماعيه. صحيح. وبالتالي كل واحد في الملعب ولعيب او في الجهاز ليه دور، كل ما الادوار اتوضحت وكل واحد خد دوره وعرف ايه اللي بيشتغل فيه، تاكد ان ربنا هيكرمك وهنكسب. ويمكن تاكيد كلام حضرتك كابتن طارق، برشلونه مدجج بالنجوم وما خدش الجلوبال، ما خدش بطوله العالم سوبر جلوبال، ما خدهاش، يعني ده تاكيد لكلام حضرتك، يعني مش بالنجوم، بالعكس هو بالشغل الاداء الجماعي اللي حضرتك من اول يوم توليت فيه المسؤوليه مركز على ده. اتفرج بقى على الفريق اللي كسب البطوله
مفيش مثلا خمسه سته في لعيبه منهم في المنتخبات، المانيا اه فريق المانيا هو بيلعبوا لعب جماعي يعني، تقعد انت تبقى ايه ده، كل واحد بيخرجوا من المباراه ما تقولش مين اكتر واحد حاطط اهداف، هتلاقي ان كل الاهداف متساويه على كل اللعيبه، لان كل اللعيبه بتلعب، كل اللعيبه عندها فرص اللعب، في قتال في الملعب، في مسؤوليه، في واللي احنا الحمد لله شغالين عليه في النادي الاهلي الفتره الجايه، والحمد لله حتى الكابتن اشرف عواد مع بعد تاني تمرينه يعني كان له راي جميل جدا بعد ما خرجنا من التمرينه، قال ايه كل النجوم اللي في الملعب دي؟ قلت له دول لسه، قال لي لا انا بتكلم على المستقبل. ايوه بالظبط، فعلا فعلا دول نجوم المستقبل. فطبعا كابتن طارق، يمكن حضرتك منذ توليك المسؤوليه وانت اخترت الطريق الصعب، والحقيقه يعني انا بقول لك يا قلبك بامانه، لانه اي مدير فني بيجي بيبقى عايز يكسب، وانا اسف يعني، وبيدور على نجوم يجيبهم عشان يعني يدعم بيهم الفريق، ولكن انت قلت انا اللي هعمل النجوم وانا اللي هجيب لعيبه صغيرين في السن، هم نجوم وهم تحت السن ولكن محتاجين خبرات. انت اخترت الطريق الصعب يا كابتن، يعني بناء فريق للنادي الاهلي هو الطريق الصعب، ولكن الطريق الصعب اللي بيدوم بعد كده. هو دايما دايما الناس بتغفل، او لو انت جيت مثلا شفت عماره كويسه ولا شفت كوبري كويس، انت ما بتشوف العماره دي في نهايتها بتقول اه الله الحلوه قوي العماره، مين اللي بيحصد النتيجه دي؟ اللي بيجي بعد اللي بنى، محدش بيذكر مين اللي بنى، لكن بيذكروا ان اللي شايف العماره دلوقتي او اللي شايف الكيان دلوقتي. احنا عشان اتربينا في النادي الاهلي والنادي الاهلي عملنا والنادي الاهلي صاحب فضل علينا، فاحنا دايما بنشتغل او بنيجي على نفسنا، بنيجي على حاجات كتير، لكن في الاول وفي الاخر شيء دايما شايفين النادي الاهلي هرم، شايفين النادي الاهلي كبير، شايفين النادي الاهلي لازم زي جيل اشرف عواد كده قعد 10 سنين 11 سنه بيكسب كل البطولات وكل الماتشات، احنا بنشتغل في هذا الوقت من السنه اللي فاتت والسنه دي على ان احنا باذن الله نقدر نعمل جيل نفس الجيل بتاع الكابتن اشرف عواد كده، يكسب للنادي الاهلي لمده 10 سنين، اللي يحصد المهم ان في النادي الاهلي يبقى نمره واحد باذن الله قريبا، النادي الاهلي بالنجوم اللي موجوده فيه واللعيبه اللي موجوده فيه زي ما قلت لحضرتك قبل كده، وبقول النادي الاهلي انتظروه السنه دي باذن الله، والسنين القادمه كمان هو اللي هيلم، هو اللي هيحصد كل البطولات باذن الله. ومعلش يا كابتن برضو يعني انا قبل ما اختم مع حضرتك، انت حصدت كمان يا كابتن معلش يعني ابطال الكؤوس وبطوله كاس مصر السنه اللي فاتت، يعني قصدي اقول ان حضرتك مع بناء هذا الفريق ربنا كرمك ببطولتين يعني الحمد لله، يعني منهم بطوله كانت غايبه كتير عن النادي الاهلي. والله الحمد لله احنا بنشتغل، وزي ما بقول لك انا بشتغل لان انا اتربيت في النادي الاهلي ومن حق النادي الاهلي عليا ان انا اشتغل، وانا والجهاز اللي معانا، واحنا بنشتغل بدون اي تحفظات ولا بدون اي حسابات ولا بنعمل حساب ان احنا ان ده هتبقى على سمعتنا او احنا بنشتغل، وتاكد طالما بتشتغل وبتراعي ربنا اكيد ربنا سبحانه وتعالى هي في يوم من الايام هيخلي كل الناس تقول الناس دي اشتغلت بضمير، عملت لنا فعلا فرقه محترمه، عملت لنا فرقه بتكسب، وباذن الله الفرقه دي هتكسب، لان الاولاد كلهم متعطشين ان هم يدخلوا ويرجعوا البطولات للنادي الاهلي، وكل وجود اشرف عواض وجود محمد عادل الجيل اللي حصد بطولات للنادي الاهلي 11 سنه متتاليه، اعتقد ان دول بينقلوا خبراتهم للعيبه اللي موجودين. انا مش انا بقررها لك تاني، اشرف مع اول تمرين في التمرين عايز اقول لك التمرينه كان ليها شكل، بصراحه انا شخصيا يعني حسيت ان ربنا كرمني بوجود اشرف معانا في الجهاز بعد اول تمرينه. وعايز اقول لك على حاجه كمان، انا مرنت خمس ست افراد من عيله اشرف عوض حتى شيماء. لا لا انت واخد العيله بقى يا كابتن يعني خط طويل كده يا كابتن ما شاء الله، ربنا يوفقك يا كابتن، وكلنا ثقه والله يا كابتن فيك، ويعني مش عايز اقول لك مكالمتك طمنتنا بشكل كبير والله يا كابتن، كل التوفيق لك يا كابتن طارق محروس ما شاء الله، ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله السنه دي، وتفرحونا ببطوله واحنا عندنا ثقه بده ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله بنفسكم، وباذن الله بدعاء الناس وبالصبر شويه كل حاجه هتيجي باذن الله ان شاء الله. كابتن طارق محروس المدير الفني للفريق الاول لكره اليد بالنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا. عايز اقول لك يا كابتن اشرف بعد مكالمه كابتن طارق محروس حسيت قد ايه الحب اللي مع الجهاز. اه طبعا يعني انتوا الحب اللي بينكم من بعض، والحب ده اكيد رايح للعيبه، ومنقول للعيبه بجد
يعني الواحد بيدعي من كل قلبه ان ربنا يتوج كل اخلاصكم ده البطوله. اه طبعا يعني طبعا طبعا اشكر كابتن طارق محروس كابتن محمد عادل على الثقه طبعا اللي ادوها لنا واللي ادوها لي يعني. وطبعا زي ما كابتن طارق بيقول احنا الحمد ان شاء الله ان شاء الله بنعمل بنجهز فرقه كويسه فرقه صغيره في السن لحظ البطولات اللي جايه باذن الله ويعني نحقق بطولات ونحقق ماتشات كتير ومكسب وربنا يوفقنا طبعا في الفتره اللي جايه باذن الله. انا عايز اقول لك كابتن والله بجد يعني يعني الواحد لما بيلاقي فرقه بتتعب وجهاز فني بيتعب وبيخلص النيه واهم حاجه اخلاص النيه يعني كابتن طارق محروس دخل ما اتكلمش عن نفسه اتكلم عنك وعن كابتن محمد عادل اتكلم عن اللعيبه يعني هو دي ميزه طبعا في كابتن طارق ان هو يعني ايه بيكبر اللي معاه بيكبر اللي معاه فالحب والتناغم ده بيخلي اللي زي انا بيحب النادي وشايف ان 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 ان, إن الفرقه دي لا بجد ربنا يوفقك لا ان شاء الله ربنا يوفقنا في الفتره اللي جايه وزي بقول لك احنا يعني اللعيبه بالجهاز الفني بكل اللي موجودين مركزين جدا على ان احنا نحقق بطولات اه في لعيبه صغيرين لسه قليله خبرات زي ما قلت لك كابتن عاصم ان في عندنا الفتره دي هنقدر 81 يوم ان شاء الله ان شاء الله نقدر ندي يعني خبراتنا طبعا تحت قياده كابتن طارق وكابتن محمد عادل طبعا المدرب العام خلي بالك كابتن محمد عادل برضك من نجم كبير طبعا ومدرب كبير وحقق بطولات ومدرب منتخبات طبعا يعني الحمد لله الجهاز كله يعني يعني في يعني متلفين على كلنا يعني على بعض ما فيش حد بيبخل حاجه لحد طب قول يا كابتن احنا خلاص يعني فاضلين دقيقه ونختم انا عايز كلمتين من حضرتك لجمهور النادي الاهلي خاصة ان احنا داخلين على فترة فيها توقف وبعد كده داخلين على المعمعة ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يعني التوفيق عند ربنا ان هنوعد الجمهور الاهلي احنا نحقق افضل حاجة ونسعدهم لو كانوا زعلانين مننا شوية ما ان شاء الله يعني يعني نعمل لهم اللي هم عايزينه واكتر ونفرحهم ونحقق مكسب واثنين وثلاثة بالناس اللي طالعة والجيل اللي طالع دوت ان احنا ربنا يوفقنا باذن الله ان شاء الله كابتن طارق انا برضك الاسره بتاعتي عيله رياضيه برضك انا المدام برضك بتلعب هاند بول وكانت بتلعب في نادي الاهلي ما شاء الله وابن حسن برضك كان بيلعب طب لا قول لي طب المدام اسمها ايه كانت لعيبه ايه بكل المدام كانت اسمها رابحه ما شاء الله عنتر في كانت في جيل كابتن اليوبي وكانت بتلعب وينج ليفت برضك في العيله كلها بسم الله ما شاء الله طب الولاد يعني كلها الولاد ايه يا كابتن حسن برضك كان بيلعب في النادي الاهلي هو جيل دلوقتي طبعا رشين واللي هو في بيلعب بكره دلوقتي حاليا مع النادي الاهلي نفس الجيل لعيب مميز جدا مع كل اللعيبه دي من اللعيبه الناشئين لا ده احنا مستنيين بقى اجيال واجيال من لعيبه عواض يعني لا ان شاء الله عايزين استنزاف باذن الله استنزاف خدنا كتير بس مالكش دعوه باذن الله في ناس كويسه جدا في ما شاء الله في الفرقه وفي ناس عناصر شابه يعني بس يعني زي ما كابتن طارق بيقول احنا يعني نصبر عليهم شويه انا عارف ان جمهور الاهلي مستعجل بطولات ربنا يوفقنا ان شاء الله نحقق بطولات ونحقق بطوله دوري وكاس وربنا يوفقنا للفرقه اللي جايه احنا بنعمل على المستقبل ان احنا ناخد بطولات زي ما كابتن طارق يقول احنا ال 11 سنه اللي احنا كنا لعبنا فيهم مع كابتن عادل وكابتن جوهر وكابتن حازم وكابتن صابر كل الجيل ده كنا بناخد بطولات دوري بنخططوا لاعاده التجربه دي بنخطط ان احنا يعني الفتره اللي جايه دي نطلع بجيل كويس والعناصر موجوده واللعيبه موجوده وعندهم استعداد ومش عايزين يزعلوا الجمهور برضه لا ان شاء الله ان شاء الله يا كابتن باذن الله القادم افضل كابتن اشرف الوقت عدى معاك بسرعه بشكرك ونورتيني وشرفتني في قناتك خليك شكرا كابتن ياسر ربنا يخليك كابتن ياسر واشكر قناه النادي الاهلي وعايز اشكر مجلس الاداره برضك تاني ان هو حط الثقه فيا دي وجهاز الفني ولمدير النشاط الرياضي وكل الموجودين ده ان شاء الله كابتن حبيبي يا كابتن ربنا يبارك اعزائي المشاهدين ده كان لقائنا مع اسطوره كره اليد في النادي الاهلي ومصر اشرف عواض انتظرونا في حلقه جديده ونجم جديد مع الابطال